رجليا جنبي، رجليا قيدة ظهري. امال لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح؟ الحمد لله ما فيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على ايه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، انا ربطت دلوقتي. ايه جنابك ربطها لي؟ ربطة الرباط الصليبي؟ ايه لا، الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ انا مش قادر افهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحة اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة انا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون، كام داون، احنا جايبينهولك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجلي. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مويه. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايتي ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ارتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقول ما تشرفوني في الوحده؟ ما تاخدوش عليا ولا حاجه. لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كرمجي. امشي يلا. يلا احنا مش ناقصين هزار.